العنصر الرئيسي لنهضة مصر الاقتصادية وتحفيز تنمية القطاع الخاص على نطاق واسع، حيث يؤدي كل من تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين معايير المعيشة في جميع أنحاء البلاد إلى زيادة الطلب على الطاقة. وعلى الرغم من ذلك، فقد واجه القطاع تحديات بالغة في السنوات الأخيرة أدت إلى الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ومن ثم خسائر اقتصادية كبيرة. وقد كان ذلك نتيجة للارتفاع البالغ في الطلب على الطاقة، والذي لا يتوافق مع تطوير وصيانة توليد القدرة ونقلها. تضمنت خطة تطوير الطاقة من قبل الحكومة ضرورة مراجعة استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى العام 2035 وتحديثها كل 3 سنوات، بالإضافة إلى العمل على خفض استخدام الوقود الأحفوري تدريجياً بحلول العام 2034-2035 من 96% ليصل إلى 81%، وذلك في إطار استخدام مزيج الطاقة بما يحافظ على البيئة. كما تضمنت الخطة أيضاً جوانب استراتيجية والمتضمنة الاعتماد على توقعات الإنتاج للغاز الطبيعي والزيت الخام، حيث أخذ في الاعتبار الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعي والتي تحققت مؤخراً، وتم إنشاء أول محطة ستعمل بالفحم في العام 2021، وقد تم التأكيد على إنتاج الكهرباء من الوقود النووي ودخول أول محطة بطاقة 1.2 جيجاوات في العام 2024-2025، يتبعها 3 محطات بطاقة إجمالية 3.6 جيجاوات، كما تشتمل جوانب الاستراتيجية العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة بما يحقق وفراً بنسبة 20% بحلول العام 2035، كذلك تطوير معامل تكرير البترول وإنشاء معامل جديدة، مع أهمية دراسة معدلات كفاءة الطاقة والتوسع في توليد الطاقة الجديدة والمتجددة. الطاقة موضوع مهم جدا طبعا كلنا عارفين، والغاز الطبيعي والاكتشافات اللي سمعنا عنها الفترة اللي فاتت، أهمية هذه الاكتشافات، إزاي نقدر يعني نتعامل مع الطاقة بشكل يفيد الدولة دون الاستهلاك الغير مظبوط، ودون ان احنا يعني نضيع الطاقة بتاعتنا في حاجات ممكن ما تبقاش مفيدة للدولة على المدى الطويل. بيشرفنا النهاردة المهندس فيصل أبو العز، استشاري وخبير الطاقة والصناعة. صباح الخير. صباح الخير. طيب نتكلم عن الاحتياطي الخاص بالغاز في مصر دلوقتي. احنا بنسمع كلام جميل ان في اكتشافات في البحر الأبيض المتوسط وفي أماكن أخرى، وصلنا لغاية ايه دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني وإن شاء الله مصر فيها خير كتير بالنسبة للاكتشافات البترولية والاكتشافات الغازات، ومنها الحقل اللي سيادتك بتكلم عليه، حقل ضوء، وإن شاء الله هو كان مخطط إن يبدأ إنتاجه في ديسمبر 2017، بس أعتقد إن هو إن شاء الله هيبدره بهذا ويبدأ الإنتاج بتاعه في مارس أو إبريل اللي جاي، يعني بعد 6 شهور من دلوقتي، وده هيغطي كميات كبيرة جدا من الاحتياجات اللي احنا حاسين بيها دلوقتي. ولو ان الاحتياجات دي خلاص، يعني احنا داخلين على فصل الشتاء، في فصل الشتاء ما يعني الاحتياجات بتقل جامد، عشان احنا بندعم الكهرباء بالغاز الطبيعي حوالي 60 إلى 70% من محطات الطاقة أو محطات القوى الكهربائية في مصر بتشغل بالغاز الطبيعي، فبياخد كمية جدا كبيرة جدا من الغاز، بالإضافة إلى كمية كبيرة جدا من الوقود السائل اللي هو السولر أو المازوت، فبينتج كمية كبيرة في الصيف عشان أجهزة التكييف. فاحنا داخلين دلوقتي على الشتاء، معظم أجهزة التكييف وقفت ومفيش، فلذلك الاحتمال الاستهلاك بيقل شوية. احنا احتياجاتنا للطاقة احنا بنحتاج في اليوم حوالي 27500 ميجا وات، 27500 ميجا وات متوسط. في الصيف بيزيد شوية وفي الشتاء بيقل شوية، يعني في الشتاء يوصل 25. احنا انتاجنا الانتاج بتاعنا اللي بدون ما يكون احتياجات او من دون ما نوقف مصانع او حاجة
بنوصل 26 ألف ميجا وات. فعندما بنحتاج ل 27 ألف أو أكثر من 27 بنضطر بقى نستورد شحنات، بنضطر نوقف بعض المصانع لأوقات مؤقتة عشان الذروة بتاعت الكهرباء. فالحمد لله احنا داخلين على الشتاء دلوقتي، والشتاء ما فيش احتياجات للتكييف، بالإضافة إن على مارس اللي جاي يكون فيه الإنتاج، فيه إنتاج للظهر، بالإضافة إلى فيه إنتاج لبعض الحقول التانية إن شاء الله تبدأ في مارس اللي جاي، وبإذن الله يبقى تسد الاحتياجات. الاحتياط احنا عندنا احتياط كتير قوي، واعتقد ان احنا دلوقتي مصر تنتقل نقلة خطيرة جدا في خلال السنتين القادمة، ان احنا نبقى من اكبر الدول ذات الاحتياطي للغاز الطبيعي ان شاء الله باذن الله. طيب بيبقى فيه دايما يعني مش هنقول خلافات ولكن افكار انه لما يكون عندنا احتياطي غاز كبير هل نصدر عشان ندخل عملة ولا نحافظ عليه للأجيال القادمة وللاستهلاك المحلي اللي بيزيد كل سنة؟ والله دي تتوقف سيادتك على السياسة نفسها، السياسة الوزارة انت عندك قد ايه احتياط، قد ايه وهيكفيك كام سنة. المفروض الاحتياط ده لو مخطط ان يكفيك 30 سنة اوكي، يبقى لازم يفضل للأجيال القادمة. اكتر من 30 سنة ممكن ياخد منه جزء يصدره، ده تبقى من السياسة البترولية الموجودة في مصر. ما حدش يقدر يتكلم في الموضوع ده خالص غير اللي هم اصحاب القرار، ولا حد يقدر يتكلم ولا حد. احنا ماناش، انا ما عنديش ارقام وما اقدرش ارد على الارقام اللي معايا دلوقتي ان انا اقول لك ممكن نصدر وما نقدرش نصدر. بس هل في اي تصريحات، هل في اي معلومات بتيجي مثلا ان اتجاه الدوله في الجزء ده؟ هو كان الاتجاه سابقا ان احنا بنصدر، كان عندنا فائض كتيره جدا لدرجه ان احنا كنا بنتحايل على المصانع يتوصلها الغاز الطبيعي، وكانت الدولة بتتحمل تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمصنع، بتقول له انا هوصل لك بدون اي ما تدفع فلوس عشان يستخدم الغاز الطبيعي. ليه؟ الغاز الطبيعي طالما انتج لابد ان يستخدم، ما ينفعش يتخزن. فكان عندنا مخزون كتير جدا فعاوزين لازم نستخدمه. طب هنستخدمه في لا في المصانع لا في محطات الكهرباء؟ لا، نصدره. فكان كل المحطات الكهرباء اللي هي المتاحة ساعتها وصلنا لها، وكل المصانع المتاحة وصلنا لها. فكان في فائض، فالفائض ده يسوين كان اتفكر فيه ان احنا نصدره لايه؟ لاحدى الدول الشقيقة اللي هي الاردن والكلام ده كله، والغاية دلوقتي بتاخد كميات، بس كميات بسيطة صغيرة جدا، يعني اللي هو يعني يدوبك يعني شغل لهم محطة كهرباء او محطة او بعض المصانع فقط لا غير. انما المخطط للتصدير مش واضح دلوقتي خالص، ما حدش يقدر يتكلم فيه دلوقتي. طيب بالنسبة لي عندنا الاستعمال في الكهرباء، وعندنا استعمال في المنازل، وعندنا استعمال في السولار والسيارات، يعني في استعمال آخر المصانع، المصانع اتكلمنا فيها. طيب المنازل ما فيش مشكلة لأن هي متغطية ولا لسه؟ في استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل لا يمثل أكثر من 3% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر. يعني استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات لا يتعدى 5% مع بعض. فيعني احنا بالنسبه والحمد لله احنا وصلنا دلوقتي لغايه وقتنا هذا حوالي 7.5 مليون مليون شقه. وبعد المخطط ان احنا نوصل كمان حوالي 7 أو 8 مليون شقه. ليه؟ احنا في مصر كلها في حدود 20 مليون شقه، فاحنا وصلنا 7 مليون وال 8 مليون الفاضلين دول هم اللي ممكن يتوصل لهم الغاز، اما الباقي فما اقدرش اوصل لهم الغاز. ليه؟ عشان بعيد عن الشبكه القومية للغاز الطبيعي، او في عشوائيات، او في قرى بعيد عن المناطق اللي هي ممكن اوصل لها الغاز الطبيعي، او في مناطق يعني زي الوادي الجديد بعيد قوي عن الغاز الطبيعي، عن شبكه الغاز الطبيعي. بس لها حلول تانية، يعني ممكن تعمل لها حلول تانية، تعمل لها شبكه تانية بطريقه تانية. طيب هل الكلام اللي حضرتك بتقوله يخلينا نطمن ان مش هيبقى في ازمه كهرباء لان عندنا الغاز الطبيعي اللي هو يغطي استهلاكنا زي الارقام اللي قلتها حضرتك 27000 اللي موجود 26000، يعني الفائض صغير جدا ممكن ما احنا ما حسيناش الحمد لله السنه دي باي مشكله في الكهرباء. احنا ليه عندنا، احنا استوردنا شحنات كتيره جدا من الغاز الطبيعي السنه دي عشان تغطي الاحتياجات. فاحنا ما عندناش اي السنه دي، ما فيش مواطن حس بمشكله كهرباء خالص في خلال الصيف اللي فات. كويس. وبعدين طالما الصيف خلص ودخلنا على الشتاء ما بنحسش في الشتاء. تمام؟ هي الشتاء ما بقاش فيه اي احساس بانقطاع بس بيبقى في بقى يعني حسب ما احنا فاهمين ان في استيراد لكميات كبيره من البترول والخدمات من الغاز
لتغطية احتياجاتنا. هل حقل ظهر اللي هيبتدي في شهر 3 هيمنعنا او هينهينا ان شاء الله باذن تماما الله. ولا هيبقى لسه فيه برضه ان شاء الله باذن الله على في على الصيف اللي جاي هيكون مغطي معظم احتياجاتنا ومش هنكون محتاجين كميات. هنقدر نوفر عمله صعبه مهمه جدا في ان شاء الله باذن الله. طيب الطاقه المتجدده بقى لو عايز ننتقل لها ازاي نقدر نستفيد منها ونعظمها عشان نحس بفرق خاصه في التكلفه وفي الاستهلاك؟ انا عاوز اعطي بس معلومه للساده المشاهدين ما معنى الطاقه المتجدده. الطاقه المتجدده يعني اللي هي ما بتتنفس يعني ما بتخلص يعني على طول بتتجدد اللي هي الشمس والرياح. الشمس ما بتضحش ما بتنفس ولا الرياح بتنفس. وبعدين احنا ربنا حبى مصر بحاجتين، ان احنا موجودين في حاجه اسمها الحزام الشمسي، والحزام الشمسي ده يخلي انتاج الكهرباء من الخلايا الشمسيه كبيره جدا عن اي بلد في العالم. احنا المتر المسطح من الخلايا الشمسيه في الحزام الشمسي ممكن يوصل ينتج لك في السنه 3500 كيلو واط. بره الحزام الشمسي ممكن في الدلتا وفي الشمال ممكن يوصل ل 2500 2200 2300، بس كميه كبيره برضه مقارنه بالدول الاوروبيه اللي ممكن ما بتكملش 2000 كيلو واط في السنه. وبالرغم من كده عندهم محطات كبيره جدا من المحطات الشمسيه. انا الحمد لله السياسه النهارده في مصر والسياسه النهارده في الطاقه ان هم بداوا يكتروا من محطات انتاج الكهرباء بالخلايا الشمسيه. بالاضافه الى قوه الرياح، انت عشان تنتج كهرباء من الرياح ودي الرياح ما بتخلص محتاج سرعه رياح ما تقلش عن 4 متر في الثانيه. احنا عندنا القوات المسلحه اخترعت محطات انتاج كهرباء بالرياح توصل ان هي توصل ل 2 متر في الثانيه. احنا عندنا مناطق في مصر يوصل الرياح فيها ل 10 متر في الثانيه، اللي هي المنطقه في ما بين الزعفرانه والعين السخنه والمنطقه جناب جنوب المنيا والمنطقه الثالثه اللي هي منخفض القطار. المناطق دي يوصل الرياح سرعه الرياح فيها ل 10 متر في الثانيه، فانت ممكن تطلع تنتج كهرباء كبيره من الرياح، وده فعلا بيحصل النهارده. طيب الاستفاده هتبقى ايه؟ يعني احنا مفروض بيتقال لنا ان ده كله علشان كهرباء يعني. تمام. طيب حضرتك بتقول ان الغاز الطبيعي دلوقتي مغطي تمام. الاستفاده بقى اللي هتبقى بالنسبه لو في الحاله ان انا اوفر الكهرباء عن بالطاقه المتجدده، يبقى اذا هوفر الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي ان انا استخدمه كوقود ده حرام. استخدام الغاز الطبيعي انا لو استخدمته في صناعات البتروكيماويات هينتج لي فلوس اكتر 100 مره من ما احرقه. انا ببيع المليون وحده حراريه للكهرباء بكام؟ بتراب الفلوس. انما لو استخدمته في انتاج مواد في البتروكيماويات في صناعه البتروكيماويات الجنيه هيجيب لي 5 جنيه. يعني الجنيه هيجيب لي 5 جنيه واكتر من 5 جنيه بكتير، يعني هيجيب لي فلوس كتير. فاذا هستخدمه في الصناعات اعمل صناعات بتروكيماويات. احنا كل اللي انت قدامك شايفه ده كله انتاج صناعه البتروكيماويات. فاحنا لا احنا النهارده والحمد لله ان صناعه البتروكيماويات في مصر بدات تنتشر وبدات محتاجه غاز طبيعي كتير. فان انا موفر النهارده الغاز الطبيعي في انتاج الكهرباء اوديه للمصانع، بلاش اوديه للمصانع، اوديه لصناعه البتروكيماويات احافظ عليه للايه؟ للاجيال القادمه. فده انا عندي الطاقه المتجدده بتجيب لي كهرباء، يبقى احسن لي 100 مره ان انا استخدم الغاز الطبيعي. هل الطاقة المتجددة تنفع تشتغل على الشبكة اللي متواجدة دلوقتي؟ طبعا. ولا لازم شبكة جديدة بتقدر يبقى فيها توصيلات؟ لا، هو وزارة الكهرباء عملت كمان منظومة للطاقة المتجددة أو إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة. يعني بتقول لأي واحد هتنتج كهرباء ومش هتستخدمها بتسهالي في الشبكة بتاعتي، وبيبقى عداد معين هيعد كام كيلو وات بداخل الشبكة وهيحاسبه عليها بقيمة معينة، ولما يحتاجها هياخدها منه تاني من الشبكة بقيمة أقل. يعني عاوز يكسب الراجل اللي بينتج الكهرباء. ازاي المواطن العادي ازاي ينتج كهرباء؟ ممكن تحط خلايا شمسية فوق الفيلا بتاعتك، فوق المصنع، فوق البيت، فوق محطات التموين السيارات اللي هي محطات البنزين. النهاردة معظمها أو معظمها حاطط خلايا شمسية فوق الايه؟ فوق المحطة بتاعته، بينتج كهرباء لنفسه ويوفر ان هو يدفع. ويوفر ان الأقصر آخر مؤتمر للطاقة عقد في الأقصر تم الاتفاق على مدينة الأقصر كلها تعتمد على الطاقة المتجددة. والنهاردة تقريبا
ان هم بداوا يشتغلوا فعلا، وبدات حوالي 80% من احتياجات الكهرباء في الاقصر عن طريق الطاقه المتجدده. 80%؟ اه في الاقصر حاليا. الاقصر مدينه الاقصر دلوقتي حاليا بتشتغل معظمها بالطاقه المتجدده، الفنادق كلها اكيد يعني اعتقد ذلك. يعني الكلام ده عشان المؤتمر ده كان من سنتين ونص، واعتقد ان هم نفذوا، وده اللي انا عرفته ان هم فعلا عملوا كميات كبيره جدا من الطاقه المتجدده. ازاي المواطن يقدر يدخل في حاجه زي كده؟ يعني بيجيب الخليه متواجده في مثلا، في شركات كتير النهارده بتبيع وبتروح تركبها وتوصلها لك وتوصلك على المنزل بتاعك وتديك الكهرباء. تكلفتها بتبقى معقوله؟ هي فيها حاجتين، في طاقة متجددة لو هتخزنها، لو هتخزنها يبقى محتاج بطاريات، فدي بتبقى تكلفة عالية جدا. أما لو أنت يعني هتنتج كهرباء، هتولد كهرباء عن طريق الخلاء وتستخدمها على طول، مش محتاج بطاريات. طيب لو أنت مش محتاج الكمية اللي بتطلع، ممكن تمدها في شبكة الإيه؟ الكهرباء العادية، بطريقة إن أنت تعد له تقول له أنا اديتك مثلا 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو الصبح، في فترة الصبح، وهستخدم منهم جزء بالليل، او هستخدمهم كلهم او هستخدم اكتر، فدي بيبقى بقيمه ودي ليها بقيمه. ودي وزاره الكهرباء نزلت هذا المنشور في الصحف القوميه. انا قريته طبعا، بس يعني في ناس تبقى عايزه تعرف تفاصيل اكتر وتفهم المنظومه بتبقى ماشيه ازاي. ممكن اي مواطن عادي يعملها فوق العماره عنده او فوق البيت عنده؟ احنا بننادي ان كل الناس تعمل الخلايا الشمسيه فوق بيتها. المرايات اللي هي على الشبابيك ممكن تتعمل خلايا شمسيه، كل المناطق دي ممكن تعمل خلايا شمسيه، وسهله جدا، وتنتج كهرباء وتساعد الدوله. اولا هتساعد نفسك، اولا هتساعد الدوله، هتوفر للدوله، هتوفر عمله صعبه، هتوفر الغاز الطبيعي للاجيال القادمه. الغاز الطبيعي انا بستحرم استخدام الغاز الطبيعي كوقود الا في المنازل عشان لا يمثل اكتر من 3-4%. انما استخدام الغاز الطبيعي في صناعه البتروكيماويات حاجات تانية خالص، يعني هينتج ويخلي الشباب تشتغل، واحنا عندنا الصناعات، احنا محتاجين الصناعه دي. هو الطاقه النوويه تاخد لها مثلا حوالي 10 سنين عشان تقدر تبقى بديل، والفحم ياخد خمس سنين، والفحم صح في فحم خمس سنين، والطاقه متجدده لا في خلال سنه، ممكن اقل من سنه على حسب الخطه اللي احنا يعني الحكومه ماشيه عليها. بنتكلم لا انا بتكلم لو قطاع خاص عاوز يعمل محطه كهرباء. في ناس النهارده قطاع خاص كتير بيعملوا محطات كهرباء ومتفقين مع وزارة الكهرباء ان هيمد لهم بكام ميجا وات في اليوم او في الساعة او هكذا، ده اتفاق مع وزارة الكهرباء. فنتوقع مثلا او المفروض في خلال 5 سنين 6 سنين تقل جدا الاعتماد على الغاز الطبيعي، ويبقى في بدائل اخرى ان شاء الله باذن الله. ده اللي متوقعينه يعني باذن الله، ان في الفترة القادمة فعلا الاتجاه الى الاعتماد على الطاقة المتجددة يبقى بنسبة عالية او بنسبه كبيره شويه عن اللي احنا متوقعين اللي احنا معتمدين عليه النهارده ان شاء الله. وبنشجع المواطنين ان هم يحاولوا يدخلوا كده ويدرسوا موضوع الطاقه الشمسيه، لو تنفع في البيت عندك او هتستفيد منها نفسك ماديا، وكمان هتبقى اسهل لانه مفيش تكلفه فواتير كهرباء، وكمان هتفيد البلد في على المدى الطويل يعني ان شاء الله. مهندس فيصل ابو العز الاستشاري وخبير الطاقه والصناعه، وشرفتنا النهارده. شكرا. ان شاء الله نتقابل تاني بقى نتابع مع بعض شيء جديد في الموضوع ده. شكرا. راح لفاصل ونرجع مع اخر فقرات مصر جميله.